السلام عليكم. خلينا نشوف هنا الحين كم باقي لي. يلا شوي ما بقى لي الا شيء بسيط. يلا بسم الله. بوصلة الله يلعنكم. مسوي دبل كولكت. هين نجي نشوف هنا. تيلوريا ومرجانة. هذول كلهم عندي منهم مليان الادوات الفخاخ والنص المخبى. يعني وين النص المخبى؟ 67 ادوات فخاخ، 74. واليوم شو اسمه دقيقة، اليوم جايتني بعد ادوات فخاخ. وكل وينها من صندوق. هذه ادوات فخاخ. خلينا نشوف الحين. تيلوريا ومرجانة. تيلوريا وينها؟ خمسين. بيبقى لي خمسة لو اخذتها. ومرجانة بيبقى لي واحد. والله ما ادري ارفع مرجانة ولا ارفع هذا. خلينا ناخذ حق مرجانة. مرجانة اهم عندي. دقيقة خلينا نشوف. دقيقة ثواني. تيلوريا 16 ومرجانة 16، كلهم نفس الشيء. بس مرجان أهم. موزتي مرجانة. وبس بعدين بنجي بنحط لنا واحد ونخلي مع الأيام. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا طاب البقاء. وليك سهل نعطيها كذا مداهمة سريعة. ما هي شيء يطلع عندي بفجي كذا على طول أعطيه مداهمة. أيوة خلاص انتهت. شوف الحركة الذكية الحين. بضرب هنا عشان ألغي خصائص إسرانيا وأعطيها تنقيص دفاع أخضر. وهنا بعطي كذا فريدة، ألغيت خصائصهم كلهم. بعدين أضرب بالأرنب وأعطها بالقوس. وهذه كذا انتهت المباراة. الله باي باي بيبيكا. فريق سهل وبس، ولا في اي شيء عندي.
الحين بس شوي بينتظر، ما في اي شيء جديد. بس اليوم سمعت عن من الشباب يقولون في حدث جديد. دقيقة خلينا نشوف. هذا جروب الشباب، ايوه هذا هو العملاق الاسطوري لمدته 5 أيام و12 ساعة. اللي هنا شفته، شوفوا هنا ايش مكتوب، your alliance ranking. اعتقد هذه للتحالف، نقاط التحالف كامل حقك. وفوق your ranking ما ادري وش الفرق بينها، كلهم نفسي. your ranking اعتقد نقاطك، يمكن الاولى النقاط حقتك انت ومركزك في الضار، مركزك في شو اسمه، نقاط المركز، نقاطك في التحالف ونقاطك الظاهر شو اسمه الكامله اللي جبتها. Total damage best attack، أعلى هجوم، أفضل هجوم ومجموع الهجوم. هنا شو يقول لك، heroes normal attack ما يقدر تنزل 85%. هذه تعطيك شو اسمه نفس خصائص ووكونغ. وهنا heroes زاد 25% اتاك، مايثيك تيتان زاد 40% اتاك. هذا ما ادري ما فهمته للحين. هيروز زاد 50% اتاك، مايث تيتان نورمال اتاك، اكستريم باتل، بريف باتل، كاوتيوس باتل. الظاهر هذه هنا نوع الهجوم اللي تبغاه، تبغاه كذا او هنا او هنا. انا اشوف افضل شيء هذه في الوسط، افضل شيء بريف باتل، زيادة 5% الى ان يبدأ الحدث. الله اعلم، انا اعطيكم الاخبار كلها بالكامل وبس. معقول بيكون البورد هذا زي كذا، 1 2 3 4 5 6 7 بيكون هالكبر يعني، الله اعلم. وبس ما في اي شيء، نرجع لعبتنا. والله الاجواء كذا حلوه، انا ودي تظل شو اسمه دايم اللعب كذا. وبس سيو.